كيف تقرأ تقارب السعودية مع إيران في اللحظة التي لم يبقى للجمهورية فيها سوى مأرب؟ الذي شرع في هذا المسار التغير التوجهات الأمريكية تجاه المنطقة. الآن الأمريكان ينسحبون من المنطقة، وبالتالي كل دولة ستبحث عن مسارات جديدة تؤمن أمنها القومي. ما الذي تستطيع أن تقوم به الشرعية؟ أنا لو أنا مكانهم أول شيء أنا أعود إلى اليمن. المبعوث الأممي ماذا يصنع؟ المبعوث الأمريكي ماذا يصنع؟ أنا أعتقد المبعوث الأمريكي هو يتكلم أن هناك موازين قوى على الأرض يجب أن نتعامل معها. إيران إذا ما تقاربت مع السعودية، ما هو ميزان إيران القادم فيهما؟ أتصور أنه سيكون التقارب على تقاسم النفوذ في المنطقة. الرئيس يتفرج على الحوثي يحاصر مأرب، ونائب الرئيس يتفرج، والحكومة تتفرج، والأحزاب تتفرج. ما المتوقع؟ أتتوقع أنت مثلا أن قيادة من الجيش يمكن أن تعلن البيان رقم واحد؟